وضع الأشياء في نصابها الصحيح كما يقال. ومن هنا يعني كان هناك مقترح في الجلسة الافتتاحية بتشكيل تحالف إعلامي عربي بينقل كافة القضايا التي يمر بها الوطن العربي، يعني ليس القضية الفلسطينية فقط ولكن أيضا الأحداث في اليمن وسوريا وما إلى ذلك. كيف كانت ردود الأفعال على هذا المقترح، وهل يمكن بالفعل تشكيل هذا التحالف على الأرض؟ الحقيقة أشكرك لهذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا. نحن في كثير من الأحيان كعرب نحاور بعضنا بعضا ونتكلم مع بعضنا البعض ولا يصل صوتنا للعالم من حولنا. لابد أن يكون هناك ناطقون باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات المهمة في العالم لكي نبرز قضايانا المهمة ولكي نشرح وجهة نظرنا إلى العالم وبمنطق يفهم هذا العالم وبأسلوب عقلاني يفهم هذا العالم. قد يكون أحيانا خطابنا عاطفي فيما بين بعضنا البعض كعرب لأننا أمة عاطفية لأننا أمة تشدنا العواطف والوجدان والأمور الوجدانية، وهي أمور طيبة بالمناسبة ولا أقول غير ذلك، ولكن أحيانا لابد من التعامل بعقل بارد وبمنطق بارد أيضا مع الآخرين. هذا الأمر يتطلب منا أن نهيئ أجيال من الإعلاميين القادرين على نقل صورة العرب إلى العالم الخارجي بكل اقتدار وبكل ثقة، وأن يضعوا هذا الحق الذي بجانبنا أن يبرزوه للآخرين بما يتوجب عليه من إحقاق للحق ومن إزهاق للباطل. معالي الوزير، دعني أخذ حضرتك في شق آخر وهو التعاون بين مصر والأردن، يعني علاقات وطيدة وزخم شهدتها العلاقات خاصة في الأونة الأخيرة وربما على مدى العقود الماضية بالطبع. كيف يمكن تدعيم التعاون الإعلامي بين مصر والأردن؟ حضرتك كان لك لقاءين مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وهناك تجربة ناجحة، برنامج بيت للكل. مزيد من التفاصيل عن هذه اللقاءات وكيفية تدعيم العلاقات الإعلامية بين مصر والأردن. يعني الحقيقة احنا يعني اولا دائما نكون اسعد ما يمكن عندما نتعامل مع الشقيقة الكبرى مصر في كل المجالات ليس فقط في الإعلام، ويعني نحن نرى التعاون الوثيق بين قيادتينا الحمد لله وبين حكومتينا، والمحبة بين الشعبين يعني بادية على الوجوه وفي الأنفس وفي الوجدان وفي القلوب. زيارتي بالأمس لكل من هيئة الصحافة وهيئة الإعلام الوطنية كانت من ضمن من سلسلة من اللقاءات لزيادة في توطيد هذه العلاقات وللاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تحوزها يعني جمهورية مصر العربية، وهي يعني أعرق بلد عربي في موضوع الإعلام وفي موضوع الصحافة وفي موضوع التلفزيونات والإذاعات وغير ذلك. ونحن أيضا لدينا بعض التجارب حاولنا أن ننقلها إلى إخواننا من حيث الحلول المستدامة التي نقوم بها ليعني إبقاء أود الصحافة الورقية تحديدا، والتي نحاول أن نأخذها إلى المنحى الرقمي مستقبلا رويدا فرويدا، ولكن كان لابد من إجراءات لاستدامة هذا الأمر. يعني وجدت خبرات هائلة جدا في كلتا الهيئتين، ووجدت ترحيب كبير في التعاون، يعني البرنامج الذي تحدثت عنه يعني هذا ثمرة وباكورة لمثل هذه الأعمال التي تجمع ما بين مصر والأردن وفلسطين والعراق ولبنان أحيانا، ويعني هذا أمر طيب جدا جدا. ومن خلال وجودنا معهم يعني طرحت فكرة بأنه ربما يكون هناك مسلسل من يعني من حلقات طويلة جدا، يعني أكثر من 400 أو 500 حلقة على عدد كبير من السنوات، بحيث يمثل مجموع عائلات عربية تنقلت فيما بينها على مر الأجيال فيما بين المشرق والمغرب. فهذه الحبكة الإعلامية الدرامية الممكنة ممكن أن تؤلف ما بين العرب من حيث ممثلين من كل الدول العربية، ومن حيث أن يكون هناك يعني قصة مشتركة بين عدد من الكتاب المشهورين، وبحيث يعني تخرج تكون طيعة وقريبة للقلب وتكون محببة إلى كل أبناء الأمة العربية، ولكي يعرفوا في النهاية أننا كلنا واحد وأن لساننا واحد وأن وجداننا واحد وأن مستقبلنا واحد بإذن الله.